سلام، أنا معاد أحبوش. مرحبا بكم في سلسلة الدروس الاجتماعيات أولى باك. اليوم غنفهمو الدرس الرابع في التاريخ اللي هو الحرب العالمية الثانية، الأسباب والنتائج. فأول جوج أسئلة غطرحهم على نفسك هي شنا هي الأسباب ديال الحرب العالمية الثانية وشنا هما النتائج ديال هاد الحرب العالمية الثانية. الأسباب كاين أسباب غير مباشرة وأسباب مباشرة. خلينا في الدرس اللي فات أن دول الحلفاء داروا واحد المعاهدات قاسية على الدول المنهزمة، وخصوصا معاهدة فيرساي على ألمانيا. فمعاهدة فيرساي كانت واحد المعاهدة قاسية، وألمانيا ما كانت كتحمل حتى شي بند من البنود ديال معاهدة فيرساي. هتلر غير وصل للحكم ولا كيتخلص من هذيك البنود ديال معاهدة فيرساي، فهكا توترت العلاقات الدولية، وهذا هو السبب الغير المباشر الأول في الحرب العالمية الثانية. السبب الثاني الغير المباشر هي ديك الانعكاسات السلبية الخطيرة ديال الأزمة الاقتصادية في 1929. ف 1929 ما خلات حتى شي مكان في أوروبا إلا خلاتو تدهور سوسيو اقتصاديا من جميع النواحي، وهكذا الأحزاب المتطرفة ما غيبقاش يديها فيها الشعب، حيتاش كتعطي الوعود ولكن ما كتوفيش بهم. داكشي على الشعب كان داير الثقة ديالو في الحزب النازي، حزب العمال الاشتراكي ديال هتلر. وهتلر فاش تخلص من البنود ديال معاهدة فيرساي الشعب زاد دار فيه الثقة. هتلر كان باغي يكسب الثقة ديال الشعب ديالو، حيت كان خايف لا تنوض ليه شي ريفوليسيون بسبب الانعكاسات ديال الأزمة الاقتصادية في 1929. السبب الغير المباشر الثالث والأخير هو أن الدول اعتمدت على الأنظمة الدكتاتورية. فكان أدولف هتلر في ألمانيا، وكان بينيتو موسوليني في إيطاليا، وكان شاوا الإمبراطور شاوا في اليابان. هاد الأباطرة بثلاثة كانوا دايرين السياسة ديال التوسع باش ياخدوا المستعمرات ويتهناو من ديك الأزمة. ففي اليابان الإمبراطور شاوا توسع في إقليم منشوريا الصيني في 1931، هو يولي طامع في الصين كاملة، هو يستعمرها في 1937. في إيطاليا موسوليني انسحب من عصبة الأمم وما سوقش لدول الحلفاء، واخا كان واحد شوية ديال التشويش من جانب فرنسا وبريطانيا، ولكن ما تسوقش لهم، انسحب من عصبة الأمم وتوسع في إثيوبيا من 1935 حتى 1936، وشكل واحد الحلف كانت فيه ألمانيا واليابان وإيطاليا، كان كيتسمى بحلف روما برلين طوكيو. بالنسبة لألمانيا فأدولف هتلر حتى هو انسحب من عصبة الأمم وتوسع في أوروبا الشرقية، فدخل للنمسا ودار لها الأنشلوس وضمها لألمانيا في 1938. أدولف هتلر كان حاط عينو على واحد المنطقة كاينة في تشيكوسلوفاكيا كانت سميتها السوديتلاند. هاد السوديتلاند هادي كانت فيها الأغلبية الساكنة كلها ألمانية تقريبا، داكشي علاش عطاهم الدريعة باللي هاد الساكنة هادي راه الأغلبية ديالها ألمانيين وكيعانيو من التهميش من طرف الحكومة ديال تشيكوسلوفاكيا. فدول الحلفاء اعطاتو هاد المنطقة اللي هي السوديتلاند بلا حرب بلا والو، حيت فرنسا وبريطانيا كانت كتجنب تماما ان شي حرب غتنوض. فداروا بعين الاعتبار النتائج ديال الحرب العالمية الاولى واعطاو هاد المنطقة اللي هي السوديتلاند في طبق من فضة. ولكن هتلر في مارس 1939 غيبين لهم النياب ديالو، غيحتل تشيكوسلوفاكيا وغيحتل هنغاريا. كانت هذه هي الأسباب الغير المباشرة اللي هي القساوة ديال معاهدة فيرساي والانعكاسات السلبية ديال الأزمة الاقتصادية في 1929 والاعتماد الدول على الأنظمة الدكتاتورية. عندو دابا السبب المباشر في الحرب العالمية الثانية. في سبتمبر 1939 ألمانيا غتهجم على بولندا، والدارعه اللي عطاهم هتلر في هذا الهجوم كانت هي انه بغى يرجع واحد الميناء سميتو دانزيك. بطبيعه الحال دارعه واهيه ما تيقها غير الحمار، فهتلر كان باغي الحرب باش يزرب على اوروبا الغربيه. الهجوم الالماني على بولونيا خلى فرنسا وبريطانيا يعلنوا الحرب اوفيسيالمون على المانيا، وكان هذا هو السبب المباشر في الحرب العالميه الثانيه. سالينا دابا من الاسباب ديال الحرب العالميه الثانيه، نشوفوا المراحل ديال هاد الحرب هادي.
الحرب العالمية الثانية دازت من جوج مرحلات. المرحلة الأولى كانت من 1939 حتى 1942. في هذه المرحلة لا ألمانيا ولا اليابان ولا إيطاليا حققوا واحد الانتصارات كبيرة في كافة الجبهات. فاليابان حققت انتصارات في آسيا، وإيطاليا حققت انتصارات في إفريقيا في أوروبا الغربية، وألمانيا حققت انتصارات في أوروبا الغربية بشكل كبير. المرحلة الثانية كانت من 1942 حتى 1945. في هذه المرحلة هذه الولايات المتحدة الأمريكية غتدخل في الحرب، والاتحاد السوفيتي غيدخل في الحرب حتى هو. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت للحرب حيت اليابان قصفات القاعدة ديال بير هاربر، والاتحاد السوفيتي دخل للحرب حيت ألمانيا بدات العملية ديال بارباروسا في 1942. الاتحاد السوفيتي غيدخل الحرب في 1942، وميريكان غتدخل في 1945. وهذا الشيء هو اللي خلى الميزان ديال الحرب يكون تكافئ، فكانت دول المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان ضد دول التحالف الثلاثي اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا. وفي الأخير دول الحلفاء انتصرت وخلت دول المحور تستسلم بواحد الطريقة عنيفة. فبالنسبة لألمانيا، فالجيش الروسي الجيش الأحمر دخل برلين وما خلى ما دار في برلين. فالجيش الأحمر ديال الاتحاد السوفيتي دمر المعامل والمصانع اللي كاينة في برلين. ومن بعد 7 أيام ألمانيا استسلمت والاتحاد السوفيتي انتصر على ألمانيا. في إيطاليا بينيتو موسوليني هو والزوجة ديالو تعدموا في الساحة ديال روما، والشعب هو اللي عدمهم. بالنسبة لليابان كانت دايرة واحد الخطط باش ترجع في الحرب وباش تغلب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ميريكان فصفطات دوك جوج قنابل صافي. اليابان استسلمت، وقنبلة هيروشيما وقنبلة ناكازاكي كانت السبب في إنهاء الحرب العالمية الثانية. هادو هما المراحل ديال الحرب العالمية الثانية. فكما قلنا، المرحلة الأولى كانت من 1939 حتى 1942. أما بالنسبة للمرحلة الثانية فكانت من 1942 حتى 1945. دابا غندوزو للنتائج. النتائج مقسمين ثلاثة، كاين النتائج البشرية أي الاجتماعية، وكاين النتائج السياسية، وكاين النتائج الاقتصادية أي المادية. النتائج البشرية بصفة عامة، فأكثر من 50 مليون قتيل في هذه الحرب هذه. كانت خسائر بشرية كبيرة ومتفاوتة في كل الدول اللي شاركت في هذه الحرب، وخصوصا في ألمانيا وفي الاتحاد السوفيتي. فالاتحاد السوفيتي بوحده خسر أكثر من 20 مليون شخص، حيث ألمانيا والاتحاد السوفيتي داروا بزاف ديال المعارك، وخصوصا المعركة ديال ستالينغراد اللي مشاو فيها 2 مليون ديال القتيل. 2 مليون قتيل مشى في معركة واحدة، حيث هذه المعركة كانت طويلة. أما بالنسبة لميريكان وإيطاليا فكانت المدة ديال المعارك قصيرة، دونك داك الشيء علاش كانت الخسائر البشرية قليلة في الصفوف ديال هاد الدول هادي. ندوزو للنتائج السياسية. النتائج السياسية من بعد الحرب، الخريطة السياسية ديال أوروبا تعودت ترسمات، وألمانيا تقسمت على جوج، ولات ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. فرنسا رجعت الألزاس لوغين. ألمانيا والنمسا تعرضت لواحد الاحتلال رباعي. الاحتلال الرباعي كانت فيه روسيا يعني الاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا وميريكان. في 1945 تأسست هيئة الأمم المتحدة باش أوروبا تفادى شي حرب عالمية واحدة أخرى. العلاقات الدولية توترت، والعالم تقسم لجوج معسكرين في الإطار ديال الثنائية القطبية. فكان معسكر الرأسمالي بالزعامة ديال ميريكان ولايات المتحدة الأمريكية، وكان الاشتراكي بالزعامة ديال الاتحاد السوفيتي. وهذه هي اللي تسمات بالحرب الباردة. علاش تسمات بالحرب الباردة؟ حيتاش لا الاتحاد السوفيتي ولا ميريكان كانوا كيوجدوا القنابل، ولكن ما كانوش كيتحارب. كانوا كيوجدوا في الأسلحة، وكانوا كيزيدوا في العتاد العسكري، ولكن ما نايضا لا حرب لا والو. وكون ناضت شي حرب بيناتهم كان العالم غيتدمر، حيت هاد القوى بجوج كانوا تطوروا نوويا بواحد الشكل رهيب. كان هذا غير توضيح صغير على الحرب الباردة اللي كانت ما بين ميريكان والاتحاد السوفيتي.
انساليو دابا بالنتائج الاقتصادية. التكلفة ديال الحرب كانت مرتفعة وشكلت واحد النسبة كبيرة من الناتج الوطني الخام. تدمرت بزاف ديال المنشآت الاقتصادية في أوروبا، تدمرت بزاف ديال البورصات، وتدمرت بزاف ديال البنوك، تخربات بزاف ديال المصانع، والمساحات الزراعية تعرضت للتلف، وخصوصا المساحات الزراعية ديال اليابان حيت هي اللي طاحت فيها دوك جوج قنابل نووية. وكلنا عارفين باللي النووي تتكرفس على التربة وتتكرفس على الأرض الزراعية، ما كتبقاش صالحة للزراعة. العدد ديال العاطلين عن العمل تزاد، وكثرت البطالة في أوروبا. أوروبا فقدت المكان الاقتصادي ديالها. فقبل الحرب بريطانيا كانت كتقاتل باش تنافس ميريكان اقتصاديا، ولكن من بعد الحرب ميريكان كانت هي أكبر قوة اقتصادية في العالم. دونك نقدو نقولوا أن الحرب العالمية الثانية كانت هي السبب في أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الأولى في العالم ديالنا اليوم. كيف العادة شكرا لكم بزاف على الاستماع ديالكم ليا، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش أنكم تبارطاجي باش تعمل الفائدة. إلى اللقاء.